هناخد الكنترول ريكتيفاير، يعني محاضرة النهاردة الهاف ويف كنترول ريكتيفاير، والمحاضرة المرة الجاية فول ويف كنترول ريكتيفاير. لما تيجي تذاكر يا شباب، انا رأيي لو واحد لسه ما بدأش مذاكرة خالص يبدأ مذاكرة بالهاف ويف كنترول والفول ويف كنترول، حتى الكلام ده للفاينل. ليه؟ حد يقول لي ايه الفرق بين الكنترول والان كنترول ده يا شباب؟ قلنا هنا هنستخدم دايت وهنا هنستخدم سايرستور، تمام. طيب هنا هنستخدم دايت اللي هي الباوربوينت ظاهرة صح؟ ليه ما حدش بيرد ليه؟ الباوربوينت ظاهرة يا شباب؟ ظهر اه شوف تمام. سلايد من بره الليكتشر 7 دكتور. اه تمام، انا لسه ما دخلتش فيها. احنا اتفقنا احنا بدل ما نستخدم دايت هنستخدم سايرستور. ايه الفرق بين الدايت والسايرستور يا شباب؟ حد ذاكر يقول لي. التريجر او السيجنال اللي بندخلها ممتاز جدا. ان الدايت اول لما يبقى الفي ان قصد اكبر من الصفر هيشتغل، ما اقدرش اتحكم في الاوبريشن بتاعته. فده كنا لما بنحطه في ريكتيفاير بنسمي الريكتيفاير ان كنترولد ريكتيفاير، لان خلاص على حسب الدايره الفي اوت افريج طالع قيمه كونستانت. السايرستور لا، بتحكم في الاوبريشن بتاعته عن طريق الفايرنج سيجنال او الفايرنج بالس. وفاكرين احنا سميناها بالس ليه؟ عشان هو لاتشنج يا دكتور، فمش محتاج ان انا افضل باعتها على طول، فهي ببعت بلس بس. ممتاز جدا، لان السايرستور انا اللي هي بتبقى بلس بديها له اللي هو يشتغل، بعد كده بنزلها للصفر مفيش مشكله خالص، هو لاتشنج ديفايس هيفضل شغال لحد لما يتحقق الاوف كونديشن. فلما احط السايرستور يا شباب عن طريق اما اتحكم في الالفا، ايه الالفا؟ الزاويه اللي هدي عندها الفايرنج بلس دي، عن طريق اللي انا اتحكم في الالفا دي هتحكم في الفي اوت افريج. فعشان كده ده بنسميه كنترول ريكتيفاير. هناخد النهارده نفس الدوائر اللي خدناها بتاعت الان كنترول بس بوجود السايرستور، هنسميها هاف ويف كنترول ريكتيفاير، والمره الجايه الفول ويف كنترول ريكتيفاير. طب ليه قلت لكم اما تيجوا تذاكروا بالنسبه للفاينل انا رايي تذاكروا المحاضرتين دولت اهم؟ حد عارف ايه الفرق يعني في المذاكره بين الكنترول والان كنترول ده شباب؟ فكروا كده شويه. هيبقى ان الكرنت جيت زيادة بس في الويف فورم الفورم بتاعها. صح، ايه الفرق؟ اعمل ايه؟ كل المحاضرة النهارده والمره الجايه الالفا ديت اللي هي الزاويه اللي بدي عندها الفايرنج سيجنال احطها بزيرو. انتوا فاهمين يعني ايه يا شباب؟ مش دلوقتي اديكم مثال، لو ده السبلاي، ادي السبلاي، وكنت حاطط مثلا هاف ويف ريكتيفاير دايت ومعاه ريزيستيف لود، مش اول في البوزيتيف هاف سايكل الدايت ده بيبقى اون بيشتغل معايا ولا مش معايا؟ فالساعتها شورت سيركت الفي اوت هو نفسه الفي انبوت اهو عمال اتقل عليه بالاحمر، تمام. طيب السايرستور زي ما هناخد كمان شويه، انا الكلام ده انتروداكشن انا لسه هشرحه بالتفصيل. السايرستور لا، انا بديله بلس عند زاويه اسمها الفا فيشتغل، فيشتغل من النقطه دي مثلا. طب لو خليت الالفا بزيرو مش هيبقى هو نفسه الدايد؟ عشان كده بقول لكم في دوائر الكنترول ريكتيفاير كلها لما تيجي تذاكرها ذاكرها. عاوز ترجع بقى لدوائر الان كنترول ريكتيفاير بتاعت الدايت، كل اللي تعمله حط الالفا بزيرو. عشان كده المحاضرتين دولت اهم بكتير، مهمين جدا يا شباب. طب تعالوا بقى نبدا ونشرح بالتفصيل. الكلام اللي في الاول ده انترودكشن، بقول لك ايه انواع الكنترول ريكتيفاير. عندي سنجل فيز برضو وعندي ثري فيز. الثري فيز هناخده ان شاء الله مع دكتور اسعد، انا هبديكم السنجل فيز كونفرتر او ريكتيفاير. هو كل نوع عندي الهاف ويف والفول ويف ريكتيفاير. الهاف ويف ريكتيفاير بيعتبروه 1 كوادرانت كونفرتر، يعني ايه؟ دايما البولاريتي بتاعت الفولت والكرنت بوزيتيف او نيجاتيف، هي اشاره واحده 1 بولاريتي. الفول كونفرتر اللي هو الفول ويف بيعتبروه 2 كوادرانت كونفرتر، البولاريتي اوف الاوتبوت فولت ممكن تبقى بوزيتيف وممكن تبقى نيجاتيف، بس البولاريتي بتاعت الاوتبوت كارنت هي ليها هي 1 بس، يعني الا بوزيتيف لا نيجاتيف ما ينفعش تتغير. الدول كونفرتر يقدر يشتغل في الفول كوادرانت. كل الكلام ده انترودكشن يا شباب. طب الكنترول ريكتيفاير ايه الابلكيشن بتاعته؟ انتوا المفروض عمالين تاخدوا موتورز. الموتور يا شباب الدي سي موتور المفروض بتاخده دي سي ماشين،
الدي سي موتور طرق الكنترول بتاعت السبيد ايه؟ اول طريقه بتاخدوها اللي انا اتحكم في الفولت اللي داخل له. طيب يعني كده انت عاوز فاريبل دي سي سبلاي، وكل ما اغير الفولت كل ما السرعه بتاعت الموتور هتتغير. طب اجيب فاريبل دي سي سبلاي منين؟ من الكنترول ريكتيفاير. واحنا قلنا الكنترول ريكتيفاير انا باخد اي سي سبلاي، الاي سي سورس ادخله على الريكتيفاير هيحوله دي سي، بس انا سميته كنترول، معناه ان الاوتبوت من الريكتيفاير ده اقدر اتحكم فيه، فيبقى متغير عن طريق اللي انا اتحكم هدي امتى الثايرستور البلس بتاعته. عشان كده مكتوب تو سبلاي فاريبل سبيد دي سي موتور، هو ده الدرايف يا شباب، الدي سي درايف في الهاي فولتج دي سي ترانسميشن سيستم. اتفقنا لما تيجي تربط بين بلدين وذ ديفرنت فريكوانسي ما ينفعش تربط اي سي، هتربط دي سي. فهربط ازاي؟ احط هنا ريكتيفاير يحول لي الدي سي، وعند البلد الثانية احط انفرتر يحول لي الدي سي للاي سي بالفولت والفريكوانسي بتاعت البلد الثانية. عشان كده مكتوب فور هاي فولتج دي سي ترانسميشن سيستم. لو عاوز اسحب بطارية هستخدم كنترول ريكتيفاير، او ريكتيفاير عادي لو هتثبت الفولت، او في الالكتريك ارك ويلدنج. ماشي، دي ابلكيشن للكنترول ريكتيفاير. تعالوا بقى ناخد اول دايرة اهي. انا عندي اول كيس عندي هاف ويف ريكتيفاير، وفهمنا ليه سميناها هاف ويف ريكتيفاير. حد فاكر ليه يا شباب اسمه هاف ويف؟ عشان معدي البلس اللي فوق بس يا دكتور. بشتغل في البوزيتيف سايكل بس، صح، ما بشتغلش في النيجاتيف سايكل. بلاش كلمه بلس، لان بلس دي معناها حاجه مدتها صغيره، تمام. طيب انا نفس الدايره اللي خدناها قبل كده، بس انتوا لو واخدين بالكم شلت الدايت وحطيت سايرستور. تعالوا واحده واحده كده مع بعض. انا عاوز ارسم الفي اوتبوت. طب ارسم الفي اوتبوت ازاي؟ تعالوا نشوف. انا حاطط هنا سبلاي ساين ويف، فانا راسم الساين ويف اهي، الساين ويف مرسومه، دي الفي انبوت. طيب ايه اللي هيحصل في البوزيتيف هاف سايكل؟ البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت. السايرستور انا بتكلم بقول الكلمه دي بيبقى مستعد يبقى اون. ليه؟ احنا اتفقنا ان السايرستور بتعامل معاه كسويتش، هكتبها هنا. السويتش ده لا بيبقى اون لا اوف. امتى السايرستور بيبقى اون يا شباب؟ قلنا لما يتحقق شرطين، لما الفي انو كاسود بكتبها تحت اكبر من الزيرو واديله بلس عجلت بنسميها اللي هي الفا، اديته بلس، اديت الالفا دي ايه؟ الزاويه اللي انا هدي عندها البلس، فساعتها السايرستور اون. لو ايديال بمثله بشورت سيركت، تمام جدا. طب امتى اوف؟ قلنا لما الفي انو كاسود اقل من زيرو. الصح اللي انت تقول لما التيار بتاعه يمشي للصفر. فاكرين حاله الار ال لود؟ الار ال لود ساعات الفولت بيخش في النيجاتيف بس بسبب الكرنت. الاوف الصح الكلام اللي احنا نكتبه عشان يبقى جنرال، لما التيار بتاع السايرستور ينزل للزيرو عشان يبقى ماشي كمان في الار ال، ويبقى ساعتها اوبن سيركت. يبقى السايرستور في الاخر زي الدايد، هو سويتش. الاختلاف اللي هو في الاون، اقدر ااجل الاون شويه عن طريق اللي انا اخر البلس، بتحكم في الاون اوبريشن بتاعته عن طريق الجيت بلس. فتعالوا نبص كده في البوزيتيف هاف سايكل، اعملها بلون تاني بقى. في البوزيتيف هاف سايكل البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت، السايرستور بي انو كاسود اكبر من الصفر فهو فورورد بايس. بكلم ايه؟ بقولها ايه؟ بقول ان السايرستور ده ممكن يبقى اون، مستعد يبقى اون، بس مش هيبقى اون غير لما اديله الجيت سيجنال، الجيت بلس. انا اديتها له عند الفا، يبقى الالفا دي زاويه اللي انا بدي عندها الجيت سيجنال، الجيت بلس. طيب خلال الفتره من زيرو لحد الفا يا شباب السايرستور اوف اوف، عشان لسه ما اديتلوش البلس، يبقى ساعتها اوبن سيركت. اوبن سيركت يبقى الفي اوتبوت بزيرو، هتلاقيني رسمت بزيرو اهي. طب عند الالفا ايه اللي حصل؟ السايرستور بقى اون اون، يعني شورت سيركت، هنا بقى سلك، يبقى الفي اوتبوت هو نفسه الفي سبلاي. هتلاقوني بصوا مشيت على الفي سبلاي يا شباب، يعني بزيرو، وعند الالفا السايرستور اشتغل مشيت بالفي سبلاي.
طيب لو عاوز ارسم الكرم ده ريزيستيف لود ار، اتفقنا ان الار بيبقى الريزيستنس الكرنت اللي ماشي فيها لنفس شكل الفولت، فادي التيار لنفس شكل فرق الجهد، رسمته هو هو اهو. السكيل بس مختلف، ان هنا دي في ماكسيمم، ده هيبقى في ماكسيمم على ار. تمام. طيب عند الباي اللي هيحصل يا شباب؟ عند الباي التيار بزيرو اهي، طالما التيار بزيرو يبقى السيرستور هيبقى اوف، السيرستور اوف يعني اوبن سيركت، اوبن سيركت يبقى الفي اوتبوت بزيرو، اي الفي اوتبوت بزيرو، يبقى ساعتها الاي اوتبوت كمان بزيرو. اتفهمت يا شباب؟ طب لو عاوز ارسم فرق الجهد اللي على السيرستور، والسيرستور اون فرق الجهد اللي عليه بزيرو، والسيرستور اوف في اوف في الفتره من زيرو لالفا، وفي اوف من باي لاتنين باي، لما السيرستور اوف فرق الجهد اللي عليه هو نفسه الفي سبلاي، فهتلاقي رسمت الجزء ده من الفي سبلاي ورسمت الفي سبلاي هنا. طيب لو انتوا واخدين بالكم السيرستور بيبقى عليه فولتين، المره دي بيبقى عليه فرق جهد بالريفرس، بنسميه البيك ريفرس فولت، اعلى فرق جهد عليه في الريفرس ده بالفي ماكس، وعليه كمان فرق جهد هو فورورد بالبوستيف. ليه؟ لان هو فورورد بس انا لسه ما اديتلوش البلس فما اشتغلش، فعليه فرق جهد. تمام. طب تعالوا واحده واحده كده، الدايره دي اسمها ايه؟ سنجل فيز. فهمنا ليه اسمها سنجل فيز. هاف ويف، ليه اسمها هاف ويف؟ عشان انا شغال في البوستيف سايكل مش شغال في النيجاتيف سايكل. كنترولد، ليه كنترولد؟ لان انا بتحكم في الفي اوتبوت اللي طالع، بتحكم في الاوبريشن بتاعت الدايره دي عن طريق الالفا، الالفا دي كل لما اغيرها كل لما الفي اوتبوت اللي طالع هيتغير، والفي اوتبوت افريج هيتغير، لان انا اللي بدي السيرستور البلس عند الزاويه اللي انا عاوزها. اتفهمت يا شباب؟ تمام. طب حد شاطر كده ويكون مذاكر يقول لي الدايره دي، بسمي الحاله دي ان السيرستور ناتشرال كوميتيشن، فاكرين يعني ايه؟ ان هو يا دكتور كده كده هيقفل عشان هو بيشتغل في النيجاتيف هاف سايكل. انت قلت مصطلح صح، يعني ايه بيشتغل في النيجاتيف هاف سايكل؟ يعني اقصد ان هو اي سي، فلما بس صح كنت بتاعت الاوف. فهمتك صح كده. ناتشرال كوميتيشن معناه يا شباب اللي هو هيقفل لوحده، مش انا اللي بجبره اللي هو يقفل، زي في كان فورسد كوميتيشن لو تفتكروا. ناتشرال كوميتيشن ان كده كده التيار هينزل للزيرو عشان ده اي سي فعلا، فالفولت بيعكس فالتيار بيعكس. تمام. اتفهمت يا شباب؟ في حد عنده اي سؤال؟ طيب انا اسالكم، هي رينج الالفا، الالفا هي الزاويه اللي بدي عندها البالس، رينج الالفا من كام لكام يا شباب؟ من 0 ل 180 يا دكتور. ممتاز جدا، صح. اسمك ايه؟ سيف يا دكتور. ممتاز يا سيف، صح يا سيف. الالفا شباب اقدر ادي الالفا من 0 ل 180، ملهاش معنى ان انا اديها اكبر من 180، اشمعنى؟ لان اكبر من 180 يا شباب ما كده كده السيرستو مش هيشتغل، لان خلاص الفولت بالنيجاتيف، فانا لازم في شرطين يتحققوا عشان يشتغل، ان في انو كاسود اكبر من صفر وفي بلس، فالرينج الالفا من 0 ل 180. فاكرين لما قلت لكم اما تيجوا تذاكروا ذاكروا الكنترولد والان كنترولد، خلاص كل اللي هعمله هعمل ايه؟ خد الالفا بزيرو. ما لو الالفا بزيرو مش السيرستور ده كانه بقى ضايد يا شباب. تمام. طب تعالوا نجيب المعادلات، الكلام اللي انا شرحته كله موجود هنا. مشكله الهاف ويف ريكتفاير دايما شباب احنا عارفين ان فيها ريبلز عاليه، الكلام ده قلناه، وكمان بيبقى فيه دي سي كومبوننت في الاي سي جريد في ناحيه الاي سي سبلاي، لان الاي سبلاي الاي سورس هو نفسه الاي اوتبوت، فمش ساين ويف، السبلاي المفروض يبقى ساين ويف، لان الاي سي الاي سبلاي هو الاي اوتبوت اللي هو فيه دي سي كومبوننت. تمام. طب لو انا عاوز احسب الفي اوتبوت افريج، خلاص القانون كلنا حافظينه، واحد على البريود التكامل على الوان بريود للفانكشن، يبقى واحد على الاثنين باي، هكامل من صفر لاثنين باي، من صفر الالفا فرق الجهد بزيرو لان السيرستور لسه ما اشتغلش، من الفا الباي الفي اوتبوت ونفسه الفي سبلاي اللي هو في ماكسيمم ساين اوميجا تي، ومن باي لاثنين باي السيرستور اوف يعني بصفر، طب اكامل دي هتبقى في ماكسيمم على الاثنين باي، تكامل الساين بماينس كوزاين، وعوض من الفا الباي،
السالب تقلب حدود التكامل تبقى من باي لالفا، يبقى كوزاين باي بسالب واحد وكوزاين الفا بالفا هتبقى واحد زي كوزاين الفا. طيب اتفقنا الالفا ليه سميناه كنترول؟ لان انا اقدر اتحكم في الفي اوتبوت اللي خارج، في الفي اوتبوت افرج اللي خارج كمان. ازاي؟ عن طريق اللي انا اتحكم في الالفا. هي رينج الالفا من كام لكام؟ انتوا لسه قايلين سيف، لسه قايلها من زيرو، اقدر اغيرها من زيرو لحد باي. يبقى الفي اوتبوت افرج هيتغير من كام لكام؟ عند الزيرو اكنها دايل. لو حد كان حافظ القانون هيلاقي طلع نفس القانون، حط الالفا بزيرو وزين صفر بواحد، واحد زائد واحد باتنين، اتنين مع الاتنين اللي بره هتروح، يبقى في ماكسيموم على باي. ده القانون اللي احنا كنا حافظينه يا شباب في حالة الانكنترول ريكتيفاي. عند الباي من غير ما نحسبها مفروض تطلع بزيرو. ليه مفروض تطلع بزيرو؟ لان انا اديت البلس للسايرستور عند الباي، الوقت اصلا المفروض يقفل فيه، فالسايرستور مش هيشتغل، يبقى البي اوتبوت افريج هتطلع بزيرو. طيب لو انا عاوز احسب الفي اوتبوت ار ام اس، الفي اوتبوت ار ام اس نفس القانون اللي فوق، بس الاختلاف ايه؟ بنربع الفانكشن وتحت الجذر، يبقى واحد على الاتنين باي التكامل من الفا الباي لفي ماكسيم سكوير ساين تربيع اوميجا تي. اتفقنا ساين تربيع بقى هفكها ازاي؟ بقانون ضعف الزاويه، تبقى نص نص مع الاتنين اللي بره، ادي ربع، وواحد ناقص كوزاين اتنين اوميجا تي. طيب نقدر نكامل دي؟ اقدر نقدر نكامل تكامل الواحد باوميجا تي، وعوض بحدود التكامل من الفا الباي، فهتطلع باي ناقص الفا. تكامل الكوزاين بالساين اتنين اوميجا تي على الاتنين، عشان بقسم على الكوفيشنت بتاع الاوميجا تي. طيب لما اعوض من الفا الباي هتطلع لي ساين 2 الفا على الاثنين، هي دي، لان ساين 2 باي بزيرو. يبقى الفي اوتبوت ار ام اس هتطلع في ماكسيمم على الاثنين، افتح قوس 1 على باي في باي ناقص الفا زائد ساين 2 الفا على الاثنين، الكلام ده تحت الجذر. في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ تمام، يبقى احنا كده خلصنا اول كيس. تعالوا نحل عليها مسألة، اول دايرة عندي بيقول نقرأ المسألة مع بعض. For single phase half wave controlled rectifier with pure resistance، يبقى مديني ان الريزيستنس بتاعتي اللود بتاعي عبارة عن R بس، and delay angle alpha equal by على الاتنين، يبقى الالفا مدالي بتسعين. عاوز احسب الافيشنسي، عاوز احسب الفورم فاكتور، عاوز احسب الريبل فاكتور، الترانسفورمر يوتيلايزيشن فاكتور، البيك انفرس فولت، كل الكلام اللي احنا خدناه. طب تعالوا واحده واحده كده، قلت لكم قبل لما اشوف هو طالب ايه، لما طالب الحاجات دي يبقى هم معتمدين على اربع حاجات. ايه هم؟ الفي اوتبوت افريج، الفي اوتبوت ار ام اس، الاي اوتبوت افريج، الاي اوتبوت ار ام اس. حسبت الاربعه دول صح، بقيت المطالب دي كلها صح. طيب الفي اوتبوت افريج احنا لسه كاتبين القانون اهو، كان في ماكسيمم على باي اهو، هرجع لكم في واحد زائد كوزاين الفا، في ماكسيم على الاثنين باي سوري في واحد زائد كوزاين الفا. طب ما الالفا عندي، طب الفي ماكسيم مش مديهالي، مش محتاجها. ليه مش محتاجها؟ لان كله هتجيبه بدلاله الفي ماكسيمم، والحاجات كل الكوفيشنت دي حاجه على حاجه، فهتلاقي ان الفي ماكسيمم طارت مع بعض. يبقى الالفا مديهالي ب 90، قدرت احسب الفي اوتبوت افريج. تمام، طب الفي اوتبوت ار ام اس، في ماكسيمم على الاثنين في واحد على باي في باي ناقص الفا زائد ساين 2 الفا على الاثنين تحت الجذر. طب ما كله عندي، الالفا عندي ب 90، اقدر اعوض عنها، جبت الفي اوتبوت ار ام اس. طب سؤال يا شباب، الالفا عوض عنها ب 90 ولا باي على الاثنين راديان؟ اللي بره الكوزاين دي راديان. جاز جدا، واللي جوه الساين، اللي بره الساين ديت الالفا اللي بره دي راديان صح، اللي جوه الساين عوض عنها ب 90 عادي. يعني باي تتكتب باي، الفا تتكتب باي على الاثنين، طب بتاع 90 يبقى 90 في باي على 180، اللي جوه الساين تعوض عنها بالديجري عادي. طب حسبت الفي اوتبوت افريج والفي اوتبوت ار ام اس، احسب الاي اوتبوت افريج والاي اوتبوت ار ام اس ازاي يا شباب؟
بس كده. ليه؟ لان ده ريزيستيف لود، فطالما ريزيستيف لود التيار ليه نفس شكل الفولت، فالاي اوتبوت افريج والاي اوتبوت ار ام اس هو الفي اوتبوت افريج على ار وفي اوتبوت ار ام اس على ار. حسبت كل الكلام ده، تعالوا نمسك حاجه مطلوب بقى، الافشنسي. كان قانون الافشنسي ايه؟ بي دي سي على بي اي سي. طب الباور الدي سي هي الفي دي سي في الاي دي سي، حاسب الاثنين. طب الباور اي سي في اوتبوت ار ام اس في الاي اوتبوت ار ام اس. عندي كل الكلام ده، عرفت الافشنسي. طب عاوز الفورم فاكتور، الفورم فاكتور هي الفي ار ام اس على الفي دي سي. طب ما الاثنين عندي، عرفت احسب الفورم فاكتور. عاوز احسب الريبل فاكتور، طب الريبل فاكتور يا شباب كان بيساوي ايه؟ حد فاكر؟ جذر الفورم فاكتور سكوير ناقص واحد. ده اللي انا عاوز اسمعه، صح، ممتاز جدا. معلش الانيميشن بايظ برضو. جذر الفورم فاكتور سكوير ناقص واحد، فورم فاكتور حسبته، يبقى قدرت احسب الريبل فاكتور. طب عاوز احسب الترانسفورمر يوتيلايزيشن فاكتور، اتفقنا هي الباور الدي سي على الفولت امبير بتاع الترانسفورمر. طب الباور الدي سي هي الفي دي سي في الاي دي سي، كل ده عندي. الفولت امبير في سبلاي في الاي سبلاي. طب الفي سبلاي ما هو ساين ويف. طب الفي سبلاي ار ام اس، يبقى في ماكسيمم على جذر 2. هو ده، مش احنا عارفين العلاقه بين الار ام اس والماكسيمم في حاله الساين ويف؟ هي الار ام اس بتساوي الماكسيمم على جذر 2، تمام. طب الاي سبلاي يا شباب، انا قلتها وانا بشرح، انا في الهاف ويف ريكتيفاير ادي الداي السايرستور بقى، وادي الريزيستنس، وادي السبلاي. الاي سبلاي هو نفسه الاي اوتبوت يا شباب، في الهاف ويف ريكتيفاير الاي سبلاي هو نفسه الاي اوتبوت. يبقى الاي سبلاي ار ام اس هو نفسه الاي اوتبوت ار ام اس اهو. يبقى قدرت تحسب الترانسفورمر يوتيلايزيشن فاكتور. طب البيك انفرس فولت، اعلى فرق جهد على السايرستور هو انفرس او هو ريفرس؟ الفي ماكس. بس كده خلصنا المساله. اللي هنعمله ايه في بقيه المحاضره؟ نفس اللي احنا قلناه قبل كده، هنعيد على ار ال لود، على ار ال اي لود، الار ال من غير فري ويلنج دايت وبالفري ويلنج دايت. هو دي محاضره النهارده يا شباب. طب فاكرين الار ال لود كان حد يقدر يشرحها لي بقى قبل ما نشرح كانت هتختلف في ايه؟ البيتا يا دكتور. ايه البيتا؟ الانجل اللي هي يعني عقبال لما الكرنت ينزل فالفولت هيفضل مستني برضه هو كمان في البوزيتيف يعني. ممتاز جدا، صح. زميلكم قال ايه؟ انا دلوقتي نفس الدايره اهي، عندي سايرستور وار ال. طب في البوزيتيف هاف سايكل البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت، السايرستور مستعد يبقى اون، ممكن يبقى اون، بس مش هيبقى اون غير لما اديله الجيت بلس عند الفا. فادي الالفا، فقبل ما اديله الجيت بلس السايرستور اوف، فالفي اوتبوت بزيرو اهو. طب انا اديته الجيت بلس السايرستور هيبقى اون، شورت سيركت. شورت سيركت يبقى الفي اوتبوت هو نفسه الفي انبوت، هتلاقوني مشيت على نفس الفي سبلاي لحد الباي. ايه اللي هيحصل؟ قلت لكم قبل ما اقول ايه اللي هيحصل لازم نبص على الكرنت. طب لما نيجي نرسم الكرنت ده ار ال لود، فقبل ما السايرستور يبقى اون التيار كان بزيرو، السايرستور اشتغل عند الفا، في الار ال لود التيار ما ينفعش يتغير مره واحده. فاكرين لما قعدت اشرح لكم ستيدي ستيت كومبوننت وترانزنت كومبوننت؟ هي دي الفكره، اللي انا التيار هنا ما ينفعش يتولد يتغير مره واحده، فبيتولد ترانزنت كومبوننت الهدف منها ايه؟ تخلي التيار يبدا من الزيرو، والتيار هيبدا يزيد اهو وبعدين هيبدا يقل. ماشي، عند الباي التيار لسه ما وصلش للصفر، انا متضايق من ايه؟ انا السايرستور عاوز يقفل يعني يفتح يبقى اوبن، بس التيار لسه بقيمه. طب ما ال التيار ما ينفعش يتغير فيها مره واحده، فالكويل ده هيجبر التيار يكمل في نفس الدايركشن. لما التيار يكمل في نفس الدايركشن يا شباب مالهوش غير مسار واحد اللي يمشي من خلال السبلاي والسايرستور، يبقى السايرستور هيكمل اون شويه لحد لما التيار ينزل لزيرو عند الزاويه اللي اسمها بيتا، هي دي البيتا. طب خلال الفتره من باي لبيتا السايرستور لسه شغال، يبقى الفي اوتبوت هو نفسه الفي انبوت، فهتلاقوا ظهر النيجاتيف فولت ده، تمام. يبقى احنا رسمنا الفي اوتبوت، رسمنا الاي اوتبوت، الفي سايرستور، السايرستور ما لهوش فرق جهد غير وهو
اوف، وهو غير وهو اوبن. وهو اون الثايرستور شورت سيركت فرق الجهد اللي عليه بزيرو، او عشان نكون صح فرق الجهد اللي عليه اللي هو التسعة من عشرة او الاربعة واحد واربعة من عشرة فولت. تمام، فانا رسمت الفرق الجهد في بتاع السبلاي، خدت فرق الجهد بتاع السبلاي والثايرستور اوف اهو هو ده. تمام، طب سؤال، الدايره ديت مشكلتها ايه؟ المشكله الاساسيه بتاعت الدايره ديت يا شباب قلت لكم ان فيها نيجاتيف فولت. ليه انا متضايق من النيجاتيف فولت ده؟ لان دي ريكتيفاير، فمفروض بتحول لي الاي سي لدي سي. طب ما الدي سي اللي خارج يا شباب مفروض انا عاوزه، انا عاوز اتحكم فيه، اه وعاوزه قيمه كبيره. النيجاتيف فولت ده هيقلل لي الفي اوتبوت افرج اللي خارج، الفي دي سي اللي خارج، فديت عشان كده انا متضايق منها. طيب ال في دي سي اللي خارج بتساوي ايه؟ هنكامل اهو، واحد على البريود، واحد على الاثنين بار، التكامل من الفا لبيتا بي ماكسيمم ساين اوميجا تي. لما كامل الساين بماينس كوزاين، من الفا لبيتا هتبقى كوزاين الفا ناقص كوزاين بيتا. اللي جات لكم في الامتحان هي نفس دي يا شباب، بس كان دايت، فالاختلاف ايه؟ عشان كده بقول لكم في اربع درجات كانت حاجات كده يعتبر سهله لو انت مذاكر. اولا اللي هو الويف فورم، ما الويف فورم انتوا حافظينها اهي، او مش حافظينها فاهمينها تقدر ترسموه، دي كان عليها درجتين. ايه تاني كان طالبه؟ كان طالب الفي او تكتب معادله الكرنت، معادله الكرنت هنكتبها مع بعض سهله وما فيهاش مشكله. وكان طالب تحسب الفي اوتبوت افريج والفي اوتبوت او الاي اوتبوت افريج والفورم فاكتور. طيب عشان احسب الفي اوتبوت افريج دي كان الحاجه الوحيده اللي انتوا هتحسبوها، محتاج البيتا الالفا جيفن. يعني في المساله اللي زي دي لو كنترولد الالفا جيفن، في الان كنترولد الالفا بزيرو، فكانت كوزاين صفر بواحد ناقص كوزاين بيتا، يبقى انا كنت كل اللي محتاجه احسب البيتا. طيب نعيد تاني كده، هي هي ايه هي البيتا؟ هي الزاويه اللي عندها التيار ايكوال زيرو. يبقى نجيب معادله الكرنت ونقول ات اوميجا تي بتساوي بيتا التيار بزيرو. طيب اجيب معادله الكرنت ازاي؟ طيب ما التيار بيبقى موجود والثايرستور شغال اون شورت سيركت، يبقى ساعتها انا حاطط سبلاي على ار ال لود، يبقى ال في اس او جذر 2 في اس ساين اوميجا تي بيساوي اي في الار زائد ال في الدي اي واي دي تي، فرق الجهد اللي على الريزيستنس زائد فرق الجهد اللي على الكويل. طيب فاكرين حل دي معادله تفاضليه حلها ايه؟ قلنا الحل بتاعها احنا حافظينه، حد فاكره يا شباب؟ لو حد فهم المحاضره انا ساعتها شرحتها واللي هو ذاكرها هيعرف يكتبها بسهوله. احنا قلنا الكرنت اللي بيبقى ماشي عباره عن كام كومبوننت؟ ستيدي ستيت كومبوننت وترانزنت كومبوننت. ستيدي ستيت كومبوننت لو انت عندك ار ال حاطط عليه سبلاي اي سي، يبقى الكرنت اللي ماشي هيبقى ايه يا شباب؟ ساين ويف، فنفس الفولت اهو جذر 2 في اس ساين اوميجا تي، عشان تعرفوا بس تتكتب ازاي. الاختلاف بين الكرنت والفولت ايه؟ الماجنتيود هقسم على الزد، واحنا عارفين في الار ال لود التيار بيبقى متاخر بزاويه فاي، يبقى اوميجا تي ناقص فاي او ناقص سيتا اللي هي الباور فاكتور انجل. دي الستيدي ستيت كومبوننت. يعني لو انت عندك في مساله سيركتس خدتوها في اي مكان ار ال حطت عليه سبلاي اي ساين ويف، ده التيار اللي هيمشي، بس في سويتش بقفله وافتحه يبقى اتفقنا هيتولد ترانزنت كومبوننت، ان تخلي التيار يبدا من الزيرو ما يتغيرش مره واحده. فالترانزنت كومبوننت دايما دايما احنا عارفينها اللي هي بتبقى ايه؟ اكسبوننشال. يعني ايه؟ بي اس سالب تي على التاو، والتاو هي التايم كونستانت اللي هي ال على ار. حد عنده مشكله في المعادله دي يا شباب؟ مش فاهم جت منين؟ في حد عنده مشكله فيها؟ تمام، طب ادي المعادله اللي انا لسه كاتبها، ان الاي اوتبوت جذر 2 في الفي اس على الزد ساين اوميجا تي ناقص سيتا زائد ايه في اوس سالب تي على التاو، والتاو هي ال على ار، فالزد هي جذر التربيع الار تربيع زائد اوميجا ال سكوير، والسيتا اللي هي الباور فاكتور انجل تان ماينس 1 اوميجا ال على ار. طب اجيب الكونستانت ازاي؟
الكلمه دي قلتها كذا مره، بصوا كم محاضره وقلتها لكم، دايما تفكر في انيشيال وفاينل كونديشن، ده اللي حل لاي معادله. هتجيب كونستانت، هتجيب الحاجات اللي احنا عاوزين نحسبها، هتجيب كل حاجه. ايه الانيشيال كونديشن هنا يا شباب؟ حد يقول لي؟ الفا. بس صح، ان عند اوميجا تي بتساوي الفا التيار كان بكام؟ بزيرو. شفت نفس الكلام بنعيده تاني. في الان كنترولد كنا بنقولها ايه؟ ات اوميجا تي بتساوي زيرو التيار بزيرو، لان الالفا في الان كنترولد بكام يا شباب؟ مش احنا قلنا السايرستور اقدر اعتبره دايد؟ صح، بس كده السايرستور اقدر اعتبره دايد الالفا بتاعته، او الدايد اقدر اعتبره سوري سايرستور الالفا بتاعته بزيرو. فات اوميجا تي بتساوي الفا التيار بيساوي زيرو. فخلاص تعالوا نعوض، هتبقى التيار ده بزيرو، ادي زيرو جذر 2 في اس على الزد ساين الفا ناقص ثيتا زائد اي واحد في اي اس صفر بواحد، يعني اي واحد. طب الاي واحد يبقى بكام؟ لا ده عند الفا سوري، اي اس هنا هنكتبها اوميجا تي عشان تبقوا فاهمين بس كتبتها ازاي، على اوميجا تاو، التاو اللي هو التايم كونستانت عند الالفا، فالاوميجا تي هتبقى بالفا، يعني في اي اس سالب الفا على اوميجا تاو. طب انا عاوز اجيب الاي واحد، الاي واحد هتساوي ايه؟ اودي الكلام ده الناحيه الثانيه، هتبقى ناقص جذر 2 في اس على ماجنيتيوت الزد ساين الفا ناقص تيتا، والاي واحد مضروب في اي اس الفا سالب الفا على اوميجا تاو. تمام. طب يبقى الـ A1 بيساوي ايه يا شباب؟ الـ A1 هيساوي هقسم على الكلام ده، هودي الكلام ده اللي هو الاكسبوننشال الناحيه الثانيه، هيبقى سالب جذر 2 في اس على زد ساين الفا ناقص ثيتا في اي على اي اس ناقص الفا على اوميجا تام. ايه في المقام نقدر نحطها مع في البسط مع تغيير الاشاره، فهتطلع الكلام ده يا شباب جذر 2 في اس ساين ثيتا ناقص الفا. ليه كتبتها ثيتا ناقص الفا مش الفا ناقص ثيتا؟ الاثنين صح، عاوز تحط هنا سالب وتكتبها الفا ناقص ثيتا صح، عاوز تدخل السالب جوه وتكتبها ثيتا ناقص الفا الاثنين صح، وتطلع نفس الناتج وفي الامتحان اعتبرها لكم صح. ما احنا عارفين ساين ثيتا ساين سالب ثيتا هي ناقص ساين ثيتا، حاجه رياضه. يبقى دلوقتي حبيت تكتبها كده صح، حبيت تكتبها كده صح، في اس الفا على اوميجا تام، اعوض في المعادله انا جبت الكونستانت خلاص، فطلع الاي اوتبوت بتساوي جذر 2 في اس على الزد ساين اوميجا تي ناقص ثيتا زائد جذر 2 في اس على الزد ساين ثيتا ناقص الفا في اي اس سالب اوميجا تي ناقص الفا على اوميجا تاو. ده تاو يا شباب، التاو اللي هو رقم ثابت اللي هو بيساوي ايه؟ ال على الار. طب ادي معادله الكارنت اللي انتوا كنتوا هتكتبوها في الامتحان، بس الالفا بس بالنسبه لمساله الامتحان كنت هتحطوها بزيرو. طب عشان اكمل واحسب الفي اوتبوت افريج والفي اوتبوت ار ام اس انا محتاج البيتا، اجيب البيتا ازاي؟ حد شاطر يقول لي. هقعد ان الكرنت بزيرو عند البيتا يا دكتور. بس كده هقول ات اوميجا تي بالفاينل كونديشن، ات اوميجا تي بتساوي بيتا التيار بزيرو. طب احل المعادله ازاي؟ محدش يقول لي احلها ازاي، قلت لكم المعادله دي صعب اللي تتحل، فنحلها ازاي؟ تراي اند ايرور او تكتبها على الاله وشفت سولف. البيتا انتم متوقعين تطلع بكام؟ من 180 اكبر من 180 يعني. صح جدا. فانت لما تيجي تقول لك يسالك على انيشال كونديشن عشان يحسب البيتا حطها له في الرينج 200 240 حاجه بالمنظر ده جدا عشان يحل اسرع. في حد مش فاهم يا شباب؟ دكتور انا وانا بجيب الكونستانت لو كنت عوضت بالانجل بزيرو كده كده برضو الكرنت عندها بزيرو كان هيطلع نفس الكونستانت الايه ده هيطلع نفس غلط. لا هنا غلط. ليه؟ لان عند اوميجا تي بتساوي زيرو التيار ده مش دي معادله الكرنت، ما كانش فيه تيار. معادله الكرنت انا جايب معادله الكرنت ده اللي هو موجود في انهي فتره؟ موجود من الفا لبيتا، الفا لحد بيتا. فهمت الفرق؟ تمام، لازم يكون في نفس الرينج. فالانيشال كونديشن ات اوميجا تي بتساوي الفا
ما ينفعش تقول ات اوميجا تي بتساوي زيرو، لان عند الزيرو معادله التيار دي مش فاليد. تمام يا دكتور. تمام، في حد تاني عنده اي سؤال يا شباب؟ طب تمام، كل اللي هنعمله هنكمل على الحاله دي. هنكمل كام حاله؟ مره هناخده ببطاريه، ومره هناخده بفري ويلنج دايت، ومره هناخده اللي هو هايلي اندكتيف لود. اسهلهم لو جبتها لكم في الامتحان يا شباب الهايلي اندكتيف لود طبعا. طيب ببطاريه ار ال اي، دي على فكره اهم ابلكيشن عندي انا، يعني ديت اهم حاجه عندي. ليه ار ال اي اهم حاجه عندي يا شباب؟ ليها ابلكيشن انتوا بتاخدوه. ايه هو؟ قلتها لكم قبل كده، الموتور صح. ليه الموتور ار ال اي؟ ما انتوا عارفين ان الدي سي ماشين زي ما بتيجوا بتمثلوها بتمثلوها ار مع اي. طيب ليه ال هنا انا بقول لكم بتظهر؟ انتوا المفروض الصح ان كويل، فالكويل يا شباب الكويل بنمثله بال وار. طب ليه ما بتاخدوش في الدي سي ماشين؟ لان الدي سي ماشين انتوا بتتكلموا دايما بتتعاملوا معاه كستيدي ستيت، بتتعاملوا كل شغلكم ستيدي ستيت، فستيدي ستيت ال ال بتبقى شورت سيركت، فعشان كده ما بتظهرش دايما ار واي ار واي. ال ال ما بتظهرش غير وقت الترانزيانت، في سويتش بتفتحه وبتقفله. طب وانا هنا في الباور الكترونكس بشتغل ستيدي ستيت ولا ترانزيانت؟ لا كل شغل ترانزيت يا شباب، ده انا عندي سايرستور عمال اقفله وافتحه، سويتش بقفله وبفتحه، بقفله وبفتحه، يبقى اكيد ال ال هيظهر تاثيرها. طيب دلوقتي السيتا، انا دلوقتي الاختلاف يا شباب بس عشان تبقوا عارفين عن الرسمه اللي فاتت وتبقوا فاهمينها، انا ادي السبلاي، انا المره دي عندي السبلاي اهو اللي انا برسمه بالاحمر، واللود في ار ال اي. لو ما كانش فيه ال ال، خلينا دلوقتي ار اي بس، كنا بنعمل ايه؟ السايرستور امتى يبقى اون؟ لما الفي انو كاسود اكبر من الصفر وادي له البلس. طب امتى الفي انو كاسود اكبر من الصفر؟ الناس اللي مذاكره الانود المره دي عليه السبلاي فولت، الكاسود عليه مين؟ البطاريه. فكنا بنقارن الفرق الجهد بتاع السبلاي بالباتري، وكنا بنجيب اتنين انجل، اللي هي الانجل اللي اسمها سيتا واحد والانجل اللي اسمها سيتا اتنين. سيتا واحد كنا بنجيبها ازاي؟ هي الزاويه اللي عندها الفي سبلاي بتساوي الاي، يبقى معادلة ال V supply اللي هي ال V maximum sin omega t أو جذر 2 VS sin omega t هي هي. هتشيل الأوميجا t وتقول عند ثيتا واحد مفروض السبلاي هيساوي إيه؟ يعني الكلام ده هيساوي إيه؟ يبقى ثيتا واحد هتبقى sin minus 1 E على ال V max. طب ثيتا 2 إحنا عارفين هي باي ناقص ثيتا واحد. طيب لو ما كانش في ال مفروض عند السيتا واحد يا شباب السايرستور مستعد يبقى اون، بس مش هيبقى اون غير لما يجي له البلس، اديته البلس عند الالفا، يبقى الفي اوتبوت هو نفسه الفي سبلاي لحد سيتا 2 خلاص التيار بزيرو، السايرستور هيبقى اوف، يبقى ساعتها الفي اوتبوت هتبقى بالبطاريه مش بزيرو. تمام. طب في حاله الار ال ايه؟ تعالوا بقى اهو اعملها بلون تاني. بس اولا لازم الالفا الرينج بتاعها المره دي يا شباب، عشان لو سالتكم فيها، ان الالفا لازم الرينج بتاعها سيتا 1 اكبر من سيتا 1 واقل من سيتا 2. ليه؟ لان لو انا اديتك الالفا اصلا اقل من سيتا 1 السايرستور مش هيشتغل، ولو اديتها لك اكبر من سيتا 2 السايرستور برضه مش هيشتغل، لان اتفقنا ان اللي هو لو اقل من سيتا 1 او اكبر من سيتا 2 الفي انو كاسود هتبقى اقل من زيرو، فحتى لو اديته البلس السايرستور مش شغال. ليه الفي انود كاسود هتبقى اقل من زيرو؟ لان الانود عليه السبلاي والكاسود عليه الاي، فاقل من سيتا واحد واكبر من سيتا اتنين السبلاي اقل من الاي. يبقى رينج الالفا لو سالتكم رينج الالفا شباب في الدايره ديت هتقولوا لي على طول اكبر من سيتا واحد واقل من سيتا اتنين. تمام. طيب ادي عندي سيتا واحد السايرستور مستعد يبقى اون، لان ساعتها السبلاي اعلى من الاي، يعني الفي انود كاسود اكبر من صفر، بس مش هيبقى اون غير لما اديله الجيت بلس عند الفا. اديته الجيت بلس عند الفا ايه اللي هيحصل؟ السايرستور اون شورت سيركت، يبقى ساعتها الفي اوتبوت هي نفسها الفي سبلاي، انا ماشي على السبلاي اهو لحد ما اوصل لسيتا 2. ايه اللي هيحصل عند سيتا 2 يا شباب؟ ما اقدرش احكم، خلي بالكم ده ار ال اي في ال، فما اقدرش احكم، لازم اشوف الكرنت. لما ابص على الكرنت قبل الالفا التيار بزيرو، عند الالفا ده ال، التيار ما ينفعش يتغير مره واحده، فهيبدا يزيد على مهله. وادي عند السيتا 2 التيار كان ليه نفس ليه لسه قيمه، فطالما ليه لسه قيمه
يبقى ال هيجبر التيار يكمل في نفس الاتجاه، مالوش غير مسار واحد غير من خلال السبلاي والسيرستور. يبقى السيرستور هيكمل اون شويه لحد لما التيار ينزل لزيرو عند الزاويه اللي بنسميها بيتا. طب خلال الفتره دي السيرستور شغال، يعني الفي اوتبوت هو نفسه الفي انبوت اهو بس كده. عند البيتا التيار بقى بزيرو، يبقى السيرستور هيبقى اوف. طالما السيرستور اوف يبقى الفي اوتبوت بالاي، هتلاقوني مشيت بالاي. ليه الفي اوتبوت بالاي؟ لان الكرنت بزيرو، فالفي اوتبوت هقول هو التيار فرق الجهد اللي على الار زائد فرق الجهد اللي على ال ده بزيرو زائد الاي، فهو الاي. لان السيرستور ساعتها اوبن، اوبن فاتح الدايره مش واصل بالسبلاي. اتفهمت يا شباب؟ طيب لو حبيت ارسم فرق الجهد على السيرستور، اتفقنا فرق الجهد على السيرستور هو فرق اللي هي اختلاف المره دي وهو اون، فرق الجهد عليه بزيرو، وهو اوف مش فرق الجهد بتاع السبلاي، هو فرق الجهد بتاع السبلاي ناقص الاي، لان الانود عليه فرق الجهد بتاع السبلاي والكاثود عليه الاي. فهرسم في الجزء اللي هو فيه اوف نفس فرق الجهد بتاع السبلاي بس هشفته تحت باي، فهتلاقوا بص بادئ من ناقص اي وزايد، وهنا نفس الكلام بس متشفت لتحت باي. طب اعلى فرق جهد عليه المره دي وهو ريفرس هو الفي ماكسيمم زائد الاي يا شباب. تمام. طب المساله زي دي عشان احلها عاوز احسب الفي اوتبوت افريج، خلاص هكامل من الفا لحد بيتا بالفي سبلاي، ومن بيتا لحد 2 باي زائد الفا للاي. طيب معنى كده ان انا عشان احسب الفي اوتبوت افريج انا محتاج البيتا. طب عشان اجيب البيتا لازم اجيب معادله الكرنت ده اللي هو الاي اوتبوت واقول ات اوميجا تي بتساوي بيتا طار ايكوال زيرو. طيب عشان اجيب معادله الكرنت، خلاص الناس اللي فهمت يا شباب الموضوع بالنسبه لها مش هيبقى اي مشكله، في اي مشكله خالص. عشان اجيب معادله الكرنت نفس اللي عملته من شويه، حد عارف ايه الاختلاف؟ هزود ترم اسمه الايه يا شباب، فهتبقى الايه على الار بس كده، ده الاختلاف. اهو انا اما السيرستور يبقى اون شورت سيركت هتبقى الفي سبلاي اللي هو جذر 2 في اس ساين اوميجا تي بتساوي فرق الجهد اللي على الار اي في الار زائد ال في الدي اي باي دي تي زائد الاي، ده الاختلاف ده اللي زاد. فحل المعادله دي هتبقى الستيدي ستيت كومبوننت. مين الستيدي ستيت كومبوننت المره دي؟ ترمين، اكن عندي فرق جهد سبلاي ساين ويف وعندي بطاريه اي، فالاثنين هتمشي قرن. الاول التيار اللي هيمشيه هيبقى ساين ويف متشفت بمقدار زي سيتا والماجنيتيود على الزد، والايه هتمشي تيار دي دي سي فالال شورت سيركت فهتمشي تيار قيمته ايه على ار. والترانزنت كومبوننت اهو اكسبوننشال. طب اتفقنا انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اجيب الكونستانت وعاوز اجيب البيتا. هجيب الكونستانت والبيتا ازاي؟ انيشيال وفاينل كونديشن. انيشيال كونديشن يا شباب هقول ات اوميجا تي بتساوي الفا التيار بتساوي زيرو، خلاص جبت الكونستانت، خلاص هشيل الاي او بتحطها بزيرو، هتبقى جذر 2 في اس على الزد ساين الفا ناقص ثيتا زائد اي واحد في اي اس سالب الفا على اوميجا تاو ناقص اي على الار. اختصر جبت الاي واحد بالكلام ده، وعوض بالاي واحد جبت معادله الكرنت. انا رايي ما تحفظوش المعادله دي يا شباب، عشان لو كتبتوا حاجه فيها غلط ومترتبه عليه حسابات انت كده مفيش درجات خدتها، عكس لما تجيبها لي من الاول خصوصا اللي هي سهله. طيب اجيب البيتا ازاي؟ اقول ات اوميجا تي بتساوي بيتا التيار ايكوال زيرو. تمام. طب في بعض المسائل ممكن اطلب منك الكوندكشن انجل. ايه الكوندكشن انجل؟ حد فاكر انا قلتها لكم قبل كده؟ 2 الفا ناقص بيتا؟ لا الحاله دي مش 2 الفا ناقص بيتا. ايه الكوندكشن انجل؟ اه بس كده انا شغال قد ايه الكوندكشن انجل؟ معناها شباب السيرستور او الدايت شغالين مده قد ايه، فهو بيشتغل من الفا لحد بيتا، يبقى الكوندكشن انجل اللي انا مسميها جاما هي بيتا ناقص الفا. تمام. طيب خلاص لو عاوز احسب الفي اوتبوت افريج، خلاص لسه قايلينها ان الحاله دي خلصت، يعتبر واحد على البريد واحد على بار. من الفا لبيتا السيرستور كان شغال، فالفي اوتبوت هو نفسه الفي سبلاي. من بيتا لحد 2 باي زائد الفا السيرستور كان اوف، فالفي اوتبوت هي الاي.
خلصت المسألة. يبقى في ماكسيمم على الاثنين بال تكامل الساين بماينس كوزاين وعوض من الفا لبيتا، وتكامل الاي الاي دي كونستانت فهتبقى اي على الاثنين باي تكامل الاي باوميجا تي وعوض من بيتا الاثنين باي زائد الفا. طب الاي اوتبوت افريج احنا عارفين ان ال ال دايما الافريج عليها بزيرو، فالبي ال افريج ايكوال زيرو، يعني اقدر اعتبر ان الاي البي اوتبوت افريج هو على الار والبطاريه. فعشان كده عشان احسب الاي اوتبوت افريج بقول هو البي اوتبوت افريج ناقص الاي على الار. طب في طريقه تانية؟ في طريقه تانية. ما انا جبت معادله الكرنت اللي لسه كاتبينها من شويه، اكملها واحد على البريود التكامل على وان بريود للفانكشن. طب لو حبيت تحسب الار ام اس، البي اوتبوت ار ام اس نفس القانون اللي فوق بس هيبقى تربيع تحت الجذر. طيب الاي اوتبوت ار ام اس، لا ما اقدرش اقول بي اوتبوت ار ام اس ناقص اي على ار، لان الفي ال ار ام اس ليه قيمه، ملهاش حل غير اللي انت تحسبه من معادله الكرنت دي، ما بتساويش صفر. تمام يا شباب. الباقي بصوا نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله، انا عاوز ار ال، احنا اتفقنا ار ال لوحده مع السايرستور في مشكله اللي هو النيجاتيف فولت اللي ظهر. فالنيجاتيف فولت مضايقني ليه؟ لان الفي اوتبوت افريج بي ال. طيب الحل اعمل ايه؟ احط فري ويلنج دايت. فاكرين ايه الفانكشن بتاعت الفري ويلنج دايت دكتور؟ اتفضل. هو يلغي الجزء النيجاتيف يا دكتور. صح، ممتاز. اللي هو يبقى يبروفايد باس للكرنت في الجزء النيجاتيف، فبالتالي اشيل النيجاتيف فولت. حد عنده سؤال يا شباب؟ ايوه دكتور، هو الويف فورم بتاعت الفي دايد اللي فاتت انا مش فاهم ليه بدأنا من تحت، يعني ليه ما ماشي. حاضر، هعديها لك. حاضر، مش انا دلوقتي بتاعت السايرستور قصدك صح؟ بتاعت السايرستور. مش انا لما السايرستور بقى اوف، فرق الجود اللي عليه مين؟ مش الفي سبلاي، هو الفي سبلاي ناقص الاي. مش هو بيبقى نفس الفرق الجود بتاع الفي سبلاي زي المره دي اتكسر عليه اي، ما تنساش. والانود عليه السبلاي، فانا عندي السبلاي اهو زي ما انت بتقول الجزء ده، بعدين مفروض هنا بزيرو، وبعدين الجزء النيجاتيف ده صح، ده الفي سبلاي اللي مفروض في الحاله العاديه لو كان ار ال، يبقى ده فرق الجود اللي على السايرستور. هتشفته المره دي بتحت بكام؟ ايه بايه؟ يبقى بدل ما ابدا من زيرو هبدا من كام؟ من ناقص ايه؟ هبدا من ايه؟ فهمتها؟ تمام، شكرا. حد تاني عنده اي سؤال يا شباب؟ دكتور انا عندي سؤال، هو قديم شويه بس انا يعني مش فاهمه لغايه دلوقتي. الموضوع ان لما يكون يعني ازاي السايرستور او الدايت بيمشي برضو وهو معلوش فولت، او الفولت بتاعه بالنيجاتيف؟ لا هو قلنا على فكره، خلي بالك اون يعني فرق الجود اللي عليه بزيرو، انا ما رسمتش فولت عليه بالنيجاتيف خالص، بس هو لسه ما تحققش الشرط اللي يبقى عليه اوف، ان هو التيار اللي ماشي فيه بصفر. انت فاكر السايرستور كان بيبقى امتى يبقى اوف؟ لما التيار يقل عن الهولدنج كارنت. ايوه تمام. هو ما رسمتش عليه فرق جهد على فكره خالص وهو شغال. تمام يا دكتور. انا قصدي ان هو مثلا طالما الكونديشن ده ما اتحققش ان هو الكرنت اللي ماشي فيه اقل من اللاتش، طب انا قصدي سرعه اقل من هولد، فهو المفروض كان بيبقى اوبن سيركت كانه سلك مقطوع صح؟ لا، طول ما التيار اكبر من الهولدنج هو شغال شورت سيركت، اول لما التيار يقل عن الهولدنج يبقى اوبن سيركت سلك مقطوع زي ما انت بتقول. طب لو الدايد يا دكتور يعني، طب ماشي السايرستور فهمت هو ليه هيفضل شغال حتى واحنا الفولت اللي عليه لازم التيار ينزل للزيرو فيه، ما هو طول ما هو شغال شورت سيركت فمعلوش فولت بالنيجاتيف اصلا. تمام يا دكتور، انا اللي بيحكمني في الاثنين اصلا الكرنت مش الفولت. ممتاز، صح، فهمتها. تمام يا دكتور. تمام، نكمل يا شباب. انا ما احط دايد الفري ويلنج دايد اللي حصل، تعالوا بقى هنعيد نفس الكلام اللي بنقوله في البوزيتيف هاف سايكل، البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت، السايرستور مستعد يبقى اون، بس مش هيبقى اون غير لما يجي له الجيت بلس. لما ادي له الجيت بلس عند الالفا السايرستور اون، يعني شورت سيركت، يبقى الفي اوتبوت هو نفسه الفي سبلاي اهو. طيب عاوز ارسم، قلنا عند الباي ايه اللي هيحصل؟ ما اقدرش احكم، لازم اشوف الاول الكرنت. فالكرنت قبل ما السايرستور يشتغل التيار بزيرو، عند الالفا السايرستور اشتغل
التيار ما ينفعش يتغير مره واحده، فهيزيد على مهله اهو عشان في ال. عند الباي الكرنت ليه قيمه، الكرنت ليه قيمه، يبقى ما ينفعش التيار ينزل مره واحده للصفر عشان اللود بتاعي عباره عن ال لود ار ال لود، وفي ال التيار ما ينفعش يتغير مره واحده. طيب ايه اللي يحصل؟ ال ال يخلي التيار يكمل في نفس الاتجاه، يجبر التيار يكمل في نفس الاتجاه. ايه اللي حصل المره دي؟ الكرنت قدامه مسارين، لا يمشي من خلال الفري ويلنج دايد، لا يمشي من خلال السبلاي، هيمشي من خلال ايه؟ الفري ويلنج دايد. اشمعنى؟ لان الفري ويلنج دايد بالنسبه له سلكه، السبلاي خلي بالكم في النيجاتيف اوف سايكل البوزيتيف تحت والنيجاتيف فوق، فبالنسبه له ده مقاومه، حاجه بتعوقه، ده السبلاي عاوز اصلا يمشي كرنت في الاتجاه ده، فهيمشي من خلال الفري ويلنج دايد. طالما مشي من خلال الفري ويلنج دايد التيار هيبدا يقل لحد لما ينزل للسيرو عند بيتا، بس في خلال الفتره من باي لبيتا الفري ويلنج دايت شغال، يعني السايرستور ده بقى اوف اوبن سيركت، والفري ويلنج دايت شغال يعني شورت سيركت، يعني انا عامل شورت سيركت على الار ال لود، يبقى معنى كده ان فرق الجهد بزيرو، فانا شلت النيجاتيف فولت اللي كان موجود يا شباب. بس الاختلاف المره دي ان الكرنت ده بنجزئه لجزئين، جزء ماشي من الفا لحد باي ماشي في السايرستور، وجزء من باي لحد بيتا ماشي في الفري ويلنج دايت. فلما تيجي تجيب معادله الكرنت بجيب معادلتين، ده الاختلاف عن اللي كنا بنحله قبل كده. طب عشان احسب الفي اوتبوت افريج يا شباب، خلاص هي نفس الحاله بتاعت الار لود، بس ليه؟ لان الجزء النيجاتيف اتشال، هيبقى واحد على البريد واحد على الاثنين باي، التكامل من الفا لباي في ماكسيمم ساين اوميجا تي، فهتطلع في ماكسيمم على الاثنين باي في واحد زي كوزين الفا. طيب الاي اوتبوت افريج، في اوتبوت افريج على ار، اشمعنى؟ لان ال ال ما لهوش افريج فولت، فساعتها اقدر اقول الفي اوتبوت افريج على الريزيستنس. تمام. طيب عشان اجيب البيتا انا ممكن اطلب منك الفي اوتبوت مثلا احسب لي الاي اوتبوت ار ام اس، فهتضطر تجيب معادله الكرنت وتحسب البيتا. طب عشان اجيب البيتا لازم اجيب معادله الكرنت، المره دي بقسمها لكام ريجون؟ 2، من الفا لحد باي ومن باي لحد بيتا. من الفا لحد باي يا شباب، مش ساعتها السايرستور الدايره عندي عباره عن سبلاي ساين ويف وسايرستور ار ال، مش هي نفسها الدايره اللي فاتت؟ فهي نفس معادله الكرنت، انا هتلاقوني حتى ما عملتوش اثبات. خلال الالفا لحد باي هي نفس المعادله اللي احنا كتبناها من شويه من غير فري ويلنج دايت، ما هي هي نفس الدايره سايرستور ار ال، نفس الدايره اللي احنا خدناها من غير فري ويلنج دايت، فهتطلع جذر 2 في اس على الزد ساين اوميجا تي ناقص ثيتا زائد جذر 2 في اس على الزد ساين ثيتا ناقص الفا في اوس سالب اوميجا تي ناقص الفا على اوميجا تاو. تمام. طيب الفتره بقى من باي لحد بيتا، انا على الدايره بقت ار ال وعليهم شورت سيركت، فلما اجي اكتب معادله الكرنت هتبقى زيرو فرق الجهد ايكوال زيرو بتساوي اي في الار زائد ال في الدي اي باي دي تي. طيب اجيب الكرنت ازاي؟ خلاص احنا عارفين ان التيار ده هيطلع اكسبوننشال في اوس سالب اوميجا تي على اوميجا تاو. طب اجيب الكونستانت ازاي؟ اتفقنا دايما عندي انيشال وفاينل كونديشن. الانيشال كونديشن اللي ات اوميجا تي بتساوي باي التيار اسمه اي واحد، فهقول هنا اي واحد ايكوال اي واحد اهو ايكوال ايه في اس سالب باي على الاوميجا تاو. تمام. انا جبت الاي كده بدلاله الاي واحد. طب ما المشكله عندي برضه يا شباب اللي انا الاي واحد مش عارفه، فاكرين كنت بجيبه ازاي؟ يا شباب الجزء ده المفروض كان داخل في الميد تيرم، المفروض مذاكرينه. معوض باي برضو فين؟ صح؟ بس كده هي الاي واحد اجيبه من الفاينل كونديشن بتاعت اول معادله، ان هو التيار اللي ماشي في السايرستون من الفا لباي ات اوميجا تي بتساوي باي، التيار كان اسمه اي واحد، جبت كلمه اي واحد. بس يبقى انا هو ده اللي انا كنت لسه شارحه لكم من شويه، انا جبت عوضت بالانيشال كونديشن لمعادله الدايت، قلت هات اوميجا تي بتساوي باي التيار بتساوي اي واحد، جبت اللي هو الاي كونستانت بدلات اي واحد، بس مشكله ان الاي واحد مش عندي، فهو الفاينل كونديشن في التيار بتاع السايرستون.
ان التيار بتاع الثايرستور اقول ات اوميجا تي بتساوي باي التيار اسمه اي واحد، فاي واحد حسبته. طب انا عاوز البيتا، خلاص في معادله الفري ويلنج دايت اقول ات اوميجا تي بتساوي بيتا التيار ايكوال زيرو. تمام. الحاله دي لو انتوا واخدين بالكم انا مسميها ايه؟ discontinuous mode. فاكرين يعني ايه discontinuous mode؟ يعني بينزل الزيرو. ممتاز جدا. طيب ما لو انا زودت ال ايه اللي هيحصل يا شباب؟ او قللت ال r ايه اللي هيحصل؟ ارجع لمعادله الكرنت، مش الكرنت هنا بيقل؟ هيقل على مهله، هينزل للزيرو هنا. طب زودت ال ال تاني وقللت ال r الكرنت هيقل على مهله، مش هيجي في وقت هيقعد يقل على مهله مش هينزل للصفر لحد لما اوصل ل 2 باي زائد الفا الوقت اللي الثايرستور بيشتغل فيه. فساعتها ايه اللي هيحصل؟ ان الثايرستور خلاص هيشتغل على طول ويكمل، هتلاقوا الاثنين كملوا ورا بعض، دي بنسميها كونتينيوس مود اهي. الرسمه اللي انتم شايفينها دي. تعالوا كده اشرحها لكم تاني. هعيدها تاني اهو. ات اوميجا تي في البوزيتيف هاف سايكل البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت. الثايرستور مستعد يبقى اون، بس مش هيبقى اون غير لما يجي له الجيت بلس عند الفا. عند الالفا الثايرستور بقى اون شورت سيركت، يبقى الفي اوتبوت هي نفسها الفي انبوت، الفي سبلاي. التيار هيبدا من الزيرو اهو، اول سايكل هيبدا من الزيرو، هرسمها لكم اهي فوق. اول سايكل التيار هيبدا من الزيرو، هيبدا يزيد 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 وبعدين هيبدا يقل. عند الباي ايه اللي هيحصل؟ ادي عند دي الباي. التيار ليه قيمه. طب ده ال، ما ينفعش التيار يتغير فيه مره واحده، فالال هيجبر التيار يكمل في نفس الاتجاه. لما يكمل في نفس الاتجاه قلنا قدامه مسارين، لا يمشي من خلال السبلاي، لا يمشي من خلال الفري ويلنج دايت، هيمشي من خلال الفري ويلنج دايت. يبقى ساعتها الفري ويلنج دايت هيبقى شورت سيركت، يبقى الفي اوتبوت بزيرو. تمام. وساعتها التيار هيقل، قلنا المره دي هيقل على مهله، لحد لما اوصل عند 2 باي زائد الفا. عند 2 باي زائد الفا ايه اللي هيحصل؟ الثايرستور خد بلس فهيشتغل، فالتيار هيبدا يزيد تاني اهو. وبعدين اوصل عند 3 باي الثايرستور المفروض يبقى اوف، بس التيار لسه ليه قيمه، فالتيار هيكمل في نفس الاتجاه، قدامه مسارين، يمشي من خلال الفري ويلنج دايت، لا يمشي من خلال الثايرستور والسبلاي، هيمشي من خلال الفري ويلنج دايت، فالثايرستور هيبقى اوف والتيار هيقل من خلال الفري ويلنج دايت، بس هيقل على مهله وهكذا. فده الشكل اللي انتم شايفينه يا شباب. واحد هيقول لي ليه في الاول ما بداتش من زيرو؟ لان اتفقنا انا باجي برسم اول سايكل بس هي اللي ببدا فيها من الزيرو، اول سايكل بس الفيرست سايكل هي اللي ببدا من زيرو. بس لما باجي برسم برسم حاجه اسمها بيريوديك فانكشن. يعني ايه بيريوديك فانكشن؟ حاجه بتتكرر. فحاجه بتتكرر، لا التيار المفروض هيبدا يقل يقل بيقل بيقل لحد الزاويه اللي عندها الثايرستور اشتغل، فساعتها التيار هيبدا يزيد لحد اللي هو الباي، وبعدين الثايرستور هيبقى اوف والتيار هيقل من خلال الفري ويلنج دايت وهكذا. طب انتوا واخدين بالكم الاختلاف في ايه يا شباب؟ في اوتبوت افريج ما اختلفتش في حاجه، الاي اوتبوت افريج ما اختلفش في حاجه. الاختلاف عندي لو حبيت احسب، قلت لك احسب معادلات كارن، عارفين الاختلاف في الانيشال والفاينل كونديشن بس. يعني ايه؟ تعالوا اهو، في الفتره من الفا لحد باي، في الفترة من الفا لحد باي يا شباب الثايرستور هو اللي ماشي في الكرنت، الثايرستور شغال، فساعتها الدايرة عندي سبلاي ثايرستور شورت سيركت وار ال لود، يبقى عندي الاي ثايرستور بتساوي جذر 2 في اس على الزد ساين اوميجا تي ناقص تيتا زائد ايه في اس سالب اوميجا تي على الاوميجا تاو. كل اللي هعمله ايه؟ كنا بنعوض بالفاينل انيشال كونديشن. الانيشال كونديشن بالنسبة لي كان ايه يا شباب؟ كنا بنقول ات اوميجا تي بتساوي الفا التيار بكام؟ التيار كان بزيرو، ده الانيشال كونديشن. الكرنت كان بزيرو. الكلام ده غلط المره دي. المره دي انا سميت الكرنت هنا مثلا اسمه اي 2، فهقول ات اوميجا تي بتساوي الفا التيار اسمه اي 2، فجبت الكونستانت بدالات اي 2. هيطلع اي 2 زائد جذر 2 في اس على الزد ساين ثيتا ناقص الفا في اي اس سالب في اي اس الفا على اوميجا تي، واعوض في المعادله جبت الثايرستور كرنت. المفروض كله عارفه ما عدا اي 2. تمام. نفس الكلام هعوض عشان اجيب الفري ويلنج دايت. الفري ويلنج دايت اللي هو في الفتره من كام لكام؟ من باي
المره دي مش لحد بيتا، لحد 2 باي زائد الفا. الوقت اللي هيشتغل عنده السيرستور الثاني، السيرستور سوري، الوقت اللي هيشتغل عنده السيرستور ان هي كنت قلنا ديت اسمها بنسميها كونتينوس مود، دي معلش دي غلطه هغيرها، دي اسمها كونتينوس مود. تمام. فساعتها المعادله هتبقى ايه؟ ان الاي الفري ويلنج دايت اما يبقى شغال ده شورت سيركت على الار ال، فساعتها الكرنت مفروض زيرو ايكوال اي في الار زائد ال في الدي اي باي دي تي. حل المعادله ديت ان هتطلع ان الاي بتاع الفري ويلنج دايت بتساوي الكونستانت في اس سالب اوميجا تي على اوميجا تي. كنت بجيب الكونستانت ازاي؟ قلنا بعوض بالانيشال كونديشن. ايه الانيشال كونديشن؟ ان ات اوميجا تي بتساوي باي الطاير اسمه اي 1، فقلت ات اوميجا تي بتساوي باي الطاير اسمه اي 1، يبقى جبت الكونستانت بداله اي 1. طب المشكله اللي عندي دلوقتي يا شباب اللي هنا جبت التيار السايرستور بدلاله اي 2 وجبت تيار الدايت الفري ويلنج دايت بدلاله اي 1، اجيب اي 1 واي 2 ازاي؟ فاكرين؟ حد يرد عليا؟ قلت لكم هم حاجتين انيشال وفاينل كونديشن. فمعادله بتاعه السايرستور اللي هي من الفا لحد باي اعوض اقول ات اوميجا تي بتساوي باي طير اسمه اي 1، اعوض بالفاينل كونديشن. والمعادله بتاعه الفري ويلنج دايت اللي هي من باي ل 2 باي زائد الفا اعوض بالفاينل كونديشن، اقول ات اوميجا تي بتساوي 2 باي زائد الفا طير اسمه اي 2. هجيب معادلتين في مجهولين. دي اصعب حاله ممكن تجي لكم يا شباب في الحاله دي. طيب اسهل حاله ممكن تجي لكم بقى اللي هي هايلي اندكتيف لود. قلت لكم الاول لما تشوفوا دكتور معلش قول اتفضل. هو اخر جزئيه تاني معلش تاني لان دلوقتي عملت ايه؟ بص مش انا دلوقتي ده الكرنت اللي ماشي اللي انا مشاور عليه اللي عامل عليه صح، ده الكرنت اللي ماشي اللي هو مكمل ما منزلش للزيرو، اللي هعمل عليه بالاحمر ده اللي ماشي في السايرستور، واللي هعمله بالاصفر دلوقتي اهو استنى اغير اللون بس او بالازرق، اللي هعمله بالازرق ده التيار اللي ماشي في الفري ويلنج دايت. فانا معادله التيار بتاع السايرستور انا عارفه هو سبلاي على ار ال، فالمعادله مفروض جذر 2 في اس على الزد ساين اوميجا تي ناقص ثيتا زائد اي في اس سالب اوميجا تي على اوميجا تاو. اجيب الكونستانت ازاي؟ مش اتفقنا دايما بجيب الكونستانت ان انت تعوض بالانيشال كونديشن؟ فاكر الكلام ده؟ فانا كل اللي عملته عملت ايه؟ قلت ات اوميجا تي بتساوي الفا الطيار، انا سميت الطيار هنا اسمه اي 2، فجبت الكونستانت بداله اي 2 اهو، فجبت معادله الاي سايرستور. متابع لحد دلوقتي؟ تمام تمام. هاجي بقى النقطه الثانيه اهي اعملها بس بدون ثاني. هاجي نفس الكلام هعوض للفري ويلنج دايت. الفري ويلنج دايت اهو مفروض كان اللي هو الدايت ده شغال شورت سيركت على الار ال، فالكرنت كان بيساوي ايه كونستانت تاني في اي اس سالب اوميجا تي على اوميجا تي. طب اجيب الكونستانت ازاي التاني ده اللي اسميه مثلا اي 2؟ اعوض بالانيشال كونديشن بتاع الفري ويلنج دايت. الفري ويلنج دايت الانيشال كونديشن بتاعته ايه؟ هو عند الباي بدايته باي، هسمي التيار هنا اسمه اي 2، وقلت ات اوميجا تي بتساوي باي التيار اسمه اي 2، يبقى جبت الاي 2 بدلاله اي 2. يبقى انا كده جبت معادله السايرستور بدلاله اي 2، او هنا سوري في المسمى انا مسميه اي 1، التاني ده مسميه اي 1، ده اي 1. يبقى جبت معادله السايرستور بدلاله اي 2 وجبت معادله الفري ويلنج دايت بدلاله اي 1. المشكله ولا اي 2 معايا ولا الاي 1 معايا، اجيبه ازاي؟ مش الاي 1 ده هو الفاينل كونديشن بتاع السايرستور؟ مش الاي 1 ده هو الفاينل كونديشن بتاع السايرستور؟ يبقى في معادله السايرستور اقدر اقول ات اوميجا تي بتساوي باي التيار اسمه اي 1. يبقى لو قلت هنا ات اوميجا تي بتساوي باي التيار اسمه اي 1، يبقى جبت معادله عوض اهو اي سايرستور، اي سايرستور هيبقى اي 1 جذر 2 في اس على الزد ساين اوميجا تي هتشيلها وتحطها باي ناقص ثيتا، الثيتا عندي زائد اي 2 انا كنت جايب الكونستانت بدلاله اي 2 زائد جذر 2 في اس على الزد ساين باي ناقص الفا في اس سالب باي ناقص الفا على الاوميجا تاو.
يبقى دي معادله بتربط بين ايه وايه؟ اي 1 اي 2. طب ما نفس الكلام نعيده تاني، مش الاي 2 ده هو يعتبر الفاينل كونديشن بتاع التيار بتاع الفري ويلنج دايد؟ يبقى معوض بالفاينل كونديشن اقول ات اوميجا تي بتساوي 2 باي زائد الفا التيار بيساوي اي 2. يبقى هنا اي 2 ايكوال اي 1 في اي اس سالب 2 باي زائد الفا ناقص باي على اوميجا تاو. يبقى دي معادلة تانية بتربط اي 1 واي 2. يبقى اي 1 واي 2 عندي معادلتين في مجهولين قدرت اجيبهم. يبقى ملخص الكلام تاني، انا عندي معادلتين للكرنت، معادلة ماشية في الفري ويلنج دايت ومعادلة ماشية في السايرستو، بجيبها بس بيبقى فيها كونستانت. بجيب الكونستانت ازاي؟ بالانيشال كونديشن. فعوضت في الانيشال كونديشن لكل معادلة، بس مشكلة الانيشال كونديشن انا جبته بدلالة كرنت اللي هو اسمه اي واحد قيمة، الاي واحد ده قيمة مثلا والاي اتنين ده بواحد امبير مثلا وده باتنين امبير، بس انا مش عارف اللي هو بواحد واتنين، جبته بدلالة كرنت سميتها اي واحد واي اتنين. طب اجيب الاي واحد والاي اتنين ازاي؟ اعوض بالفاينل كونديشن، جبت معادلتين في مجهولين. اللي كان بيسأل وضحت لك؟ اه تمام شكرا. تمام عارف عليه. اخر حالة واسهل حالة بقى يا شباب اللي هي اخر سلايد، لو قلت لك هايلي اندكتيف لود في مساله تستنتج ايه؟ هايلي اندكتيف دي سي يا دكتور. بس كده ان الكرنت، بص انا ماشي رسمه خط مستقيم اهو، دي اسهل حاله، ولا هتروح تجيب معادلات كرنت ولا الكلام ده كله. يبقى ساعتها خلال الفتره ان السايرستور فيها شغال التيار اهو من الفا لحد باي التيار خط ثابت، وخلال الفتره الفري ويلنج دايت شغال التيار خط ثابت ومفيش معادله للكرنت، وساعتها الفي اوتبوت افريج هو في ماكس مع الاثنين باي في واحد زائد كوزين الفا، والاي اوتبوت افريج في اوتبوت افريج على الار، وده خط ثابت. يعني لو قلت لك جيب لي الكرنت بتاع السايرستور هتقول هو التيار الثابت ده، يعني ده مثلا كان الفي اوتبوت افريج ب 100 فولت والمقاومه كانت ب 10، فالاي اوتبوت افريج ب 10، يبقى الخط الكونستانت ده ب 10 امبير. يبقى معادله التيار السايرستور هو 10 امبير خلال الفتره من الفا لحد باي، ومعادله التيار بتاع الفري ويلنج دايت هو نفس ال 10 امبير خلال الفتره من باي لحد 2 باي زائد الفا. دي اسهل مساله ممكن تيجي لكم. الكلام ده دكتور فري ويلنج دايت او من غيره؟ نعم. لو هو هايلي اندكتيف بيبقى فري ويلنج دايت او من غير فري ويلنج دايت زي بعض؟ طب سؤال، لو من غير فري ويلنج دايت مش التيار المفروض هيبدا يقل؟ لو هايلي اندكتيف هيقل بس على مهله، طب ما التيار لازم ينزل لزيرو، لازم بالفري ويلنج دايت. ما هو هناك عندي سبلاي، هناك عندي سبلاي ده بيخلي التيار ينزل بريت اعلى. خلي بالك هنا في النيجاتيف هاف سايكل السبلاي ملوش دور، لان الفري ويلنج دايت هو اللي شغال، فبيبقى شورت سيركت، فالكرنت بيقل على مهله فالتاثير اللي بيظهر. ايوه ايوه تمام، يعني هو اللي بيحافظ على ان البي او بيبقى بالمنظر ده. مظبوط صح. تمام فهمتها؟ تمام. أيوة اولا يا شباب انا هنزل اتندنس، هوقف ريكوردينج، انا مش عارف عملت تيرن اون ايه. اكتب ريكوردينج ماشي.